أنا جيت يوم شوي كان عندي التزاماتي هواي، فوصلت بعد الفطور بساعة للبيت، فلقيتهم ماكلين شوربة بغلوا الشرب، فأنا سأطلبهم اليوم بعد. لا احنا لازم بس نسوي مناشدة يعني بس شوربة لأكلوا كل شيء. والله لقيت الباقي قالوا حسبانهم مفطر برا، فلقيت المتبقي الحمد لله. لازم تيجي المجرم اللي يشرب الشوربة. زين احنا نناشد الشوربة مال أستاذ محمد، لازم تنوجد، يجوز ترجع، من ترجع مسوي لك شوربة غير. شرح خلصت اليوم.